ونروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في كفر الشيخ تم بدء التشغيل التجريبي لمركز الأورام الجديد اللي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية لخدمة أبناء المحافظة. أما في الوادي الجديد فتم الإعلان عن خصم 15% للراغبين في تملك الأراضي الزراعية المستصلحة. كمان في بني سويف تم تحصين 13,984 رأس من الثروة الحيوانية لمواجهة الحمى القلاعية. وفي المنيا تم بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ تم التشغيل التجريبي لمستشفى مركز الأورام الجديد على مساحة 8876 متر بقوة 160 سرير لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة، واللي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن الموافقة على خصم قيمة 15% من قيمة الأراضي الزراعية المستصلحة في نطاق المحافظة كحد أدنى لأصحاب المشروعات الراغبين في التملك تشجيعاً للمستثمرين الجادين، وبتزيد نسبة الخصم بزيادة قيمة الأرض. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن بدء التشغيل التجريبي لسوق الهنا الحضرية المطورة بمنطقة خديجة بحي الضواحي تمهيداً لافتتاحه لتلبية احتياجات المواطنين، وبيضم 76 محل تجاري و15 محل استثماري لنقل كل الباعة الجائلين من الشوارع المحيطة وتسكنهم، وذلك بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة خديجة ب في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضرية جديدة. في بني سويف تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اللي بتنفذها مديرية الطب البيطري، وبلغ إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها 13,984 رأس. في الأليوبية شهدت المحافظة استلام دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة بتكلفة 33 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت. في قنا أعلنت الوحدة المحلية بقوس انقطاع المياه بقرى حجازة بحري غداً السبت، وهيتم قطع المياه لمدة 4 ساعات ابتداءً من 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً لترحيل خط المياه الرئيسي المتعارض مع مسار خط طرد مشروع صرف صحي المسيد شرق اللي بيجري تنفيذه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا أعلنت المحافظة عن فتح باب التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024 خلال شهر مارس الجاري على الموقع الرسمي للمبادرة اللي أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.